في إطار التحضير للدخول التكويني الجديد 2024-2025، نظمت وزارة التكوين والتعليم المهنيين لقاء وطنيا لإطارات القطاع لتقييم ما تحقق ورسم خارطة طريق جديدة للموسم المقبل من خلال ورشات تخص الرقمنة ونمط التكوين. سيتخلل مجريات هذا اللقاء تنظيم ورشات عمل متعددة المواضيع تعنى في مجملها بميادين ذات العلاقة بالتسيير المالي والاستثمارات وتقييم عملية الرقمنة على مستوى القطاع، وكذا عرض أهمية نمط التكوين في الاندماج المهني للمتكونين وتحسين جودة التكوين، بالإضافة إلى تحديد العلاقة المفصلية مع الشركاء الاقتصاديين والبحث عن آليات التكفل باحتياجاتهم تخصصات واليد العاملة المؤهلة.